تصنف شاشات الحاسوب عادة وفقا لطول قطرها، يعني الشاشة دي نقول عليها شاشة 15 إنش 15 بوصة، شاشة الحاسوب اللي هو اللابتوب بتبقى 15 بوصة تقريبا. استعمل شاشة الأدناه للإجابة عن ما يتأكد قيمة اتش، قيمة اتش اللي هو الطول ده اتش، مع العلم بأن قطر الشاشة دي 15 إنش والعرض بتاعها 12 إنش، يبقى هنا هنستخدم نظرية فيثاغورس. الزاوية اللي أنا بعلم عليها دي زاوية قايمة، كلنا عارفين إنها زاوية قايمة، أنا محتاج أحسب اتش، اتش ده ضلع، طالما اتش ضلع يبقى الاتش بتساوي ها جذر مجموع المربعات ولا فرق المربعات؟ لا فرق المربعات، 15 تربيع ناقص 12 تربيع على طول كده، يبقى الاتش دي لما تكون ضلع بنقول جذر 15 تربيع ناقص 12 تربيع مباشرة، لو هي وتر بتبقى العلاقة زائد تربيع تربيع برضه تحت الجذر، يبقى الاتش بتساوي جذر 225، دي نظرية فيثاغورس، ناقص 144، يبقى ال H هتساوي جذر 81، يعني ال H هتساوي 9، 9 إنش، يبقى هنا 9 إنش. خلصت الجزء الأولاني من السؤال، حسبت قيمة H، انتهى. الجزء الثاني من السؤال بيقول لك بين ان الكوتان سيتا بتساوي كوساين سيتا على ساين سيتا، تقول لي ده دي متطابقه انا عارفها، خلاص الكوتان بتساوي كوساين على ساين. اقول لك بس مش معنى انك عارفها انها تكون صحيحه، يعني اثبتها بقى، هو هنا كانك بيقول لك اثبتها باستعمال المعلومات اللي على السبوره دي مبدئيا. تمام؟ يبقى انت تقدر تثبت ان كوتان بتساوي كوساين على ساين، رغم انها متطابقه صحيحه دائما، لكن انت اثبتها، اقول لك اثبتها بناء على هذه البيانات. يبقى هثبتها بناء على هذه البيانات هعمل ايه؟ هاخد الكوتان سيتا واحسبها بناء على هذه البيانات. كوتان سيتا دي بتساوي ايه؟ اتفقنا ان الكوتان هي نسبة المجاور على مين؟ على المقابل، مطلوب التاني يعني المجاور بتاع السيتا، شوف ادي السيتا ايه المجاور، لا ال 15 ده وتر، المجاور ال 12 على 9، اعمل لها عملية تبسيط يديني 4 على 3 على 3 في 4 3 في 3، خلاص ده اللي افتهم. طيب الرايت اللي هو بيقول لي كوزاين سيتا على ساين ثيتا، طب نكتب الكوزاين سيتا هنا اهي، كوزاين سيتا القسمة العادية اهي ساين ثيتا عشان ما تعمليش كسر مركب. طب نبدأ الكوزاين سيتا، الكوزاين مجاور على وتر، يعني 12 على 15 تقسيم الساين مقابل على وتر 9 على 15، يعني بتساوي 12 على 15 ضرب 9 ضرب 15، اقلب الكسر على 9، ال 15 تروح مع ال 15 تبقى النتيجه 12 على 9، اعمل لها عمليه تبسيط 4 على 3، فعلا هي هي فعلا الكوتان بتساوي كوزاين على ساين، قدرت تثبتها. تعال نشوف تدريب اخر وده من اجمل التدريبات، بيقول لك اثبت ان كل معادله مما ياتي تمثل متطابقه. نشوف التدريب ده شباب، هو تدريب جميل، ساين سيتا مضروبه في سيك سيتا على سيك سيتا ناقص واحد، عايز يثبت انها بتساوي سيك سيتا زائد واحد في كوتان سيتا. انا عايزك لما تيجي تتحرك تثبت معادله تثبت انها متطابقه، يبقى لو هتبدا بالطرف الايسر يبقى عينك على الايمن، يعني عايز تشوف انت عايز تحول لايه الصوره اللي انت عايز تروح لها، ولو هتبدا بالايمن يبقى عينك على الايسر ايضا عشان تبقى انت عارف انت بتتحرك ازاي مش بتتحرك عشوائي. يبقى انا هنا هبدا بالليفت هاند اهو، صاير مكتوب لي ايه؟ مكتوب ان هو بيساوي ساين ثيتا في سك سيتا على سك سيتا ناقص واحد. يمكن لو حولتها دلوقتي كلها لساين وكوزاين المساله تعقد مني، وخصوصا الطرف الثاني ما فيهوش ساين وكوزاين، الطرف الثاني فيه سيك زائد واحد وكوتان سيتا، فانا احاول اوديها للطرف الايمن مباشره عيني كده على الطرف الثاني، الطرف الثاني فيه سيك زائد واحد، طب هنا ما فيش سيك زائد واحد، اقوم هعمل الفكره الجميله دي، هضرب هنا في سيك سيتا زائد واحد في البسط، وسيك
تيتا زائد واحد في المقام. سيك سيتا زائد واحد في المقام. ليه؟ عشان الطرف الثاني فيه سيك زائد واحد، سيتا زائد واحد، وعشان احاول ابسط السيك سيتا زائد واحد دي تطلع لي سيك تربيع دلوقتي بعد عمليه الضرب. هبدا عمليه الضرب اهو، هضرب ساين سيتا في سيك سيتا في سيك سيتا زائد واحد. انزل في المقام بقى، اضرب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، لان ده قوس مجموع قوس فرق، يبقى تضرب قوس في فرق في ناقص اهو، والقوس الثاني في زائد، فتضرب الاول في الاول تطلع سيك تربيع سيتا ناقص واحد في واحد بواحد. شفت حصل ازاي؟ طلعت سيك تربيع ناقص واحد. طيب سيك تربيع ناقص واحد دي ما بتفكرش بحاجه؟ اه، في متباينه فيها سيك تربيع وفيها الواحد. افتكرها كده، هكتبها لك فين؟ هكتبها لك فوق هنا. افتكر ان انا كنت واخد ان في تان تربيع زائد واحد بتساوي سيك تربيع اهي سيتا. طب ما هو الواحد لما يتقل للطرف الثاني ده يبقى سيك تربيع سيتا ناقص واحد دي بتساوي تان تربيع سيتا اهي. اه، يبقى من حقي اشيل سيك تربيع ناقص واحد واكتب مكانها تان تربيع سيتا. شوف ده وصلني لده، هوصل انا لتان تربيع سيتا دلوقتي في المقام. يبقى وصلت دلوقتي، تابع معايا بقى، ساين سيتا في سيك سيتا في سيك سيتا زائد واحد على تان تربيع سيتا. شوف انا عيني على الطرف برضو الايمن، خلي بالك عيني على الطرف الايمن، ادي السيك زائد واحد دي طلعت لي اهي خلاص. طب في كوتان، فين الكوتان هنا بقى؟ يعني معناها ان كل الكتله اللي باقيه دي هي كوتان. شايف ساين في سيك على تان تربيع هي دي الكوتان، ماشي؟ طب تعالى بقى نحاول نجيب الكوتان. القوس ده لو انا اعتبرته مضروب في واحد هنا في مشكله؟ ها؟ مفيش مشكله لو انا اعتبرته مضروب في واحد، عشان اوضحها لك يعني. ما هي واحد على التان تربيع بكوتان تربيع، واحد على التان تربيع بكوتان تربيع، يبقى ممكن اشيل ده كله واكتب كوتان تربيع هنا. تمام، يبقى هكتبها، شوف، يبقى ساين سيت مضروبه في سيك سيت في سيك سيتا زائد واحد في كوتان تربيع سيتا. وممكن طالب يقول لك التان تربيع فوق ارجعها فوق تبقى كوتان تربيع وخلاص مباشرة، بدل ما تقعد تقول واحد على تان تربيع بكوتان تربيع وتجيب الواحد، لا، هي التان تربيع ترجع تبقى كوتان تربيع، مقلوب. طيب بس انا عندي هنا كوتان واحدة وما عنديش ساين في سيك. طب تعالى نكمل. ساين سيتا السيك هي واحد على كوزاين سيتا، صح؟ السيك واحد على كوزاين في سيك سيتا زائد واحد في كوتان تربيع سيتا. طب ما هي ساين على كوزاين دي ساين في واحد بالساين على كوزاين، ساين على كوزاين ممكن اكتبها تان، يبقى تان سيتا ساين على كوزاين تان سيتا مضروبه في سيك سيتا زائد واحد في كوتان تربيع سيتا. تقول لي بس اللي فوق كوتان واحده، مفيش تان في كوتان تربيع. اقول لك اه، خلي بالك بقى، التان تربيع دي هي واحد على كوتان، التان تربيع واحد على كوتان، واحد على كوتان واحد على كوتان سيتا، بس التان واحد على كوتان سيتا مضروبة في سيك سيتا زائد واحد مضروبة في كوتان تربيع سيتا. طيب ما هي الكوتان دي تروح مع التربيع دي، كوتان سيتا تروح مع التربيع، تطلع الإجابة سيك سيتا زائد واحد في كوتان سيتا. تطلع الإجابة سيك، خلاص لو أنا بسطتها كده تطلع الإجابة النهائية. هكملها فين؟ هكملها نوسع الصفحة شوي، تطلع الإجابة سيك سيتا زائد واحد مضروبة في كوتان سيتا. هو ده الرايت هاند، هو ده الرايت هاند صحيح. وبقى انا كده ثبتنا انها بقت مطابقه. شوف ادي هنا السيك سيتا زائد واحد مضروبه في كوتان،
وصلت لسيك سيتا زائد واحد مضروبة في كوتان، يبقى أنا وصلت للرايت هاند، يبقى تمثل متطبق. طبعا مشينا كتير شوية وتعلمنا أكتر، تعلمنا نعمل حاجات كتير جدا، تعلمنا نشوف متطبقات كتير جدا.